حييكم مشاهدينا الكرام في مستحل هذه التغطية من هنا من جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، حيث تدور في هذه الجبهة أشرس المعارك بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى. فالمقاومة الشعبية والجيش الوطني يحاول التقدم نحو آخر معاقل ميليشيات الحوثي وقوات صالح، وهي بالمناسبة أهم المعاقل لهم هنا في محافظة مأرب، كون مديرية صرواح تعد من المعاقل المهمة والرئيسة للحوثيين، ومنها معظم القيادات الحوثية هنا في محافظة مأرب. المعارك انطلقت أو اندلعت منذ يومين هنا تحت مسمى عملية نصر 2 في هذه الجبال الوعرة وفي هذه الجغرافيا الوعرة، وما زالت هذه المعارك حتى اليوم تدور بشراسة كبيرة، حيث تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من التقدم حتى تمكن من السيطرة على المواقع التي تطل على مطار صرواح، ومنها وبذلك نستطيع أن نقول بأن مطار صرواح تحت السيطرة النارية الكاملة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. كذلك تتحدث المصادر العسكرية بأن الجيش تمكن من قطع الإمدادات أو كافة الإمدادات عن ما تبقى لميليشيات الحوثي وقوات صالح، سواء في مركز المديرية أو في جبل هيلان وفي منطقة المشجع، بالسيطرة على مركز صرواح وعلى الطريق الفاصل أو المؤدي إلى صنعاء، يكون الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد قطع خطوط الإمداد كاملة على جبل هيلان، وهو الأهم الذي يؤرق المواطنين في مدينة مأرب، كون ميليشيات الحوثي وقوات صالح تستخدمه كمنصة للقصف اليومي على الأحياء السكنية في مديرية مأرب، وكذلك على الأحياء السكنية التي هي في ما بين مدينة مأرب ومديرية أو مركز مديرية صرواح. بإمكاننا أن نتحدث الآن إلى أحد القيادات العسكرية هنا الميدانية والمتواجد هنا في هذه النقطة. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ علي صالح حسين طعيمان. طعيمان، أنت من هنا من المنطقة من مديرية صرواح. طيب تفضل، ممكن تشرح لنا طبيعة الأحداث وأين هي الأحداث؟ أولا الحمد لله والشكر لله على هذه الانتصارات العظيمة. منذ يومين وإحنا نواجه العدو في هذه التباب التي ترونها أمامكم، وبقيادة البطل الهمام قائد المنطقة الثالثة والقائد العسكري ذياب القبلي نمران. هذه العملية العسكرية التي أطلقتم عليها نصر 2 ماذا تحققت؟ يعني منذ يومين ما الذي تحقق؟ عفوا، وكثير من القادة العسكريين الأشاوز. دعنا من القيادة العسكرية، حدثنا عن ما يدور على الأرض. عن ما يدور على الأرض، تم اقتحام هذه الشباب من قبل أبطال الجيش الوطني وتم تطهيرها بالكامل، والآن أبطال الجيش الآن متمركزين في متارس ودشم الروافض ومجامع المخلوع، والآن أبطال الشرعية تعدوا مطار صرواح باتجاه حباب باتجاه الطريق المؤدي إلى خولان من مسافة حوالي كيلو من المطار. لماذا المعارك تدور بشراسة في هذه المنطقة؟ أنتم لكم نحو يعني قرابة العام وأنتم تخوضون معارك في هذه المنطقة وفي هذه الجبال، ما الذي يمنعكم من التقدم والسيطرة أكثر؟ لأن فيها كثير من أبناء من بعض المشايخ العملاء التابعين لعفاش الذين يمدون الأشخاص بالذخائر والنقود، والذين باعوا أنفسهم لعلي عبد الله صالح والراضي المجوس. ماذا عن طيران التحالف؟ نحن الآن نشاهد ونسمع كذلك تحليق مستمر لطائرات التحالف العربي. والله التحالف نشكرهم على ما قاموا به في هذه الجبهات في هذه المعركة من تغطية جوية، والآن الطيران يراقب تحركاتهم في وهروب المجاميع منهم.
الى باتجاه العاصمه صنعاء ويلاحقهم في النضيجات والوديان الذين هربوا معها. طيب شاهدنا هنا تجمعات للمواطنين بلباس مدني، هل هم من ابناء المنطقه وينتظرون لحظه السيطره حتى يدخلون منازلهم ام ماذا؟ هذول مسكين مؤخره لابطال الشعب الذي هم رديف للجيش الوطني. يعني هؤلاء من المقاومه الشعبيه. المقاومه الشعبيه التي هم رديف للجيش الوطني. يعني لا يوجد هنا مواطنين يودون الدخول الى لا ابناء قبائل شرفاء مناضلين ضد الروافض والعطاشين. اشكرك. ممكن ناخذ راي احدهم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انتم هنا ماذا؟ والله احنا يعني ان شاء الله نحارب الروافض معنا ضد الروافض. طيب انتم هنا تدعمون الجيش الوطني في حربه ضد ميليشيات الحوثي وقوى صالح؟ نعم نعم نعم. انتم من ابناء المنطقه هذه؟ من ابناء منطقه ديرية السواح. احنا ضد الروافض ان شاء الله لله عن الحرب. انتم سكنكم اين؟ اين؟ يعني هل انتم تسكنون مركز مديريه السرواح؟ احنا خلاص طقت الروح ان شاء الله نروح معنا في ابناء مديريه السرواح. اذا مشاهدينا الكرام، هذه هي طبيعه المعارك التي تدور هنا. والان تحليق مكثف لطيران التحالف العربي خلف هذا الجبل بالتحديد مركز مديريه السرواح، وخلف تلك الجبال أولى مناطق محافظة صنعاء، ومنها يتجه المسافر من صرواح باتجاه خولان ومن ثم يصل إلى جنوب العاصمة صنعاء. نلتقيكم في طاطية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.